بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، انا بحبك يا بلادي. من نبت ارض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن، وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. مساء الخيرات على كل مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة قناة القاهرة، ولقائكم الأسبوعي على الهواء مباشرة وبرنامجكم علماء من بلدي. في ضيافتنا اليوم عالم مصري جليل في مجال الهندسة وخاصة هندسة القوى الميكانيكية. النبوغ والتفوق أهم ملامح مسيرته الأولى. اعتمد في منهجه العلمي على الربط بين استهلاك الطاقة للحصول على المياه الصالحة للشرب والري والزراعة، وبجانب حصوله على العديد من الجوائز المحلية والدولية وضع اسمه في موسوعة هو إز هو الأمريكية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور مهندس أحمد حامد قنديل، الأستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة جامعة المنصورة، رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، عضو مجلس بحوث الطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والحاصل مؤخرا على جائزة جامعة المنصورة للإبداع العلمي للعام الحالي. بنرحب بضيفنا وضيفكم اليوم العالم المصري الجليل الأستاذ الدكتور مهندس أحمد حامد قنديل. برحب بحضرتك دكتور، وسعداء بوجودك معانا، وبشكر اسمح لي في البداية حضرتك على انك انت لبيت الدعوة وانضميت لمنظومة علماء من بلدي وجيت تحضر البرنامج في القاهرة. شكرا لحضرتك أستاذة داليا، وانا سعيد جدا بان اكون في واحد من البرامج الجيدة جدا الحقيقة، واللي اسعد بالمشاركة فيها، وانا يعني أتمنى إن شاء الله أن البرنامج ده يعطي بصمة ويعني يعطي قدوة حتى للشباب المصري للتطور والازدهار بالنسبة لأبنائنا ولبلدنا إن شاء الله. شكرا. ده حقيقي، وده الهدف الأساسي والرئيسي من برنامج علماء من بلدي، هو إلقاء الضوء ورد الجميل أو الشكر والعرفان للقامة والقيمة الكبرى لعلمائنا الأجلاء، والمصر ما شاء الله يعني مليئة بهم في مختلف التخصصات. قبل ما أخوض مع حضرتك في الحديث عن نقاط هامة، اسمح لي أن أنا يعني أتقدم بالمباركة لحصولكم على تلك الجائزة هذا العام، وتمنياتنا بالمزيد والمزيد من الجوائز سواء على المستوى المحلي أو الدولي. كل سنة وحضرتك بألف خير بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضرتك بخير والمشاهدين الكرام، وكل سنة والعالم العربي والإسلامي بخير إن شاء الله، ونتمنى لبلدنا كل التوفيق بإذن الله في الأيام القادمة إن شاء الله. دكتور، نبذة سريعة قبل ما نتطرق للعديد من الموضوعات الهامة في هذا الحوار عن مفهوم القوى الميكانيكية ببساطة شديدة كده، نقدر نقول إيه للمشاهد؟ والحقيقة الاسم القوى الميكانيكية، كلمة ميكانيكا بالذات أحيانا بتعطي انطباع مخالف شوية لواقع القسم والتخصص بتاعه. نعم. هي الحقيقة بيغلب على القسم طبيعة الطاقة
كأحد الموضوعات اللي بيدرسها الطلاب في قسم هندسة القوى الميكانيكية. التخصصات اللي موجودة داخل القسم يمكن منها نعرف المجال بتاع الدراسة في قسم القوى الميكانيكية. على سبيل المثال محطات توليد الطاقة الكهربية كلها ضمن تخصص القسم، سواء مثلا محطات تستعمل الأنظمة الهيدروليكية زي السد العالي، محطات الطاقة الحرارية زي المنتشرة في أماكن كثيرة في جمهورية مصر العربية، حتى بعض التخصصات زي منظومات التبريد والتكييف. كل التطبيقات اللي بتستخدم فيها الطاقة بيغطيها تخصص القوى الميكانيكية بشكل عام تحت هذا المسمى. بالضبط كده، تمام. نعم طبعا، يعني هو مجال هام وخاصة في المرحلة الحالية هناك تركيز يعني على هذا التخصص، لأن هو بيفيد المجتمع وبيفيد في النهضة الاقتصادية وفي المزيد من الاستثمارات ومن المشاريع الحيوية. بالضبط، لأن هو لو جينا ربطنا بين تطور المجتمعات بشكل عام واستهلاك الطاقة، في علاقة طردية موجودة، لأن أي مجتمع بيتطور ويتحضر ده بيقاس بمدى استهلاكه للطاقة. يعني هنلاقي دائما المجتمعات المتحضرة والمتطورة بتلاقيها دائما في مجالات الصناعة، في مجالات حركة الحياة بشكل عام بتستهلك طاقة أكتر، وبالتالي الاهتمام بإنتاج الطاقة هو ضرورة من ضروريات تطوير المجتمع بشكل عام، وده من ضمن تخصصات اللي القسم بيغطيها، يعني قسم القوى الميكانيكية. نعم. طيب معالي الدكتور أحمد حامد قنديل العالم المصري الجليل اللي مشرفنا في استوديو علماء من بلدي، اسمح لنا نخرج فاصل سريع ونرجع ونعود ونبدأ في السيرة الذاتية الخاصة بكم. مصر مش يانا ينتا، مصر أنا وانت. تعالوا نبنيها، علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. تعالوا نبنيها، وبالفعل بيتم بناء المجتمعات وبتنهض بفضل العقول المصرية المخلصة المتخصصة في مجالات كثيرة، ويمكن يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا بالفعل ان احنا لدينا يعني خبرات وعقول مصرية جيدة ومشرفة ولها العديد والعديد من البصمات في مجالات كثيرة، ليس فقط محليا ولكن أيضا على المستوى الدولي. لو ذكرنا بعض من ملامح السيرة الذاتية الخاصة بضيفنا وضيفكم اليوم العالم الجليل الأستاذ الدكتور مهندس أحمد محمد حامد قنديل، حصل على الدرجات العلمية والأكاديمية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وحصل على البكالوريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1984، عن الماجستير وهو عن استخدام الطاقة الشمسية في التبريد فحصل عليه من ذات الكلية عام 1988، وإلى الأكاديمية الروسية للعلوم يتجه لتحقيق درجة الدكتوراه عن بحثه استخلاص الماء من الهواء الجوي عام 1993. ترأس سيادته مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية في أكتوبر 2017، وأيضا ترأس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية لثلاثة أعوام،
خلال مشواره العلمي أنجز العديد من البحوث العلمية المنشورة دوليا والمشاريع البحثية التطبيقية التي تخدم مجال التخصص. قام بالإشراف على العديد من الرسائل العلمية بالجامعات المصرية وناقش الحديث منها في زمن الكورونا. للعالم الجليل الأستاذ الدكتور مهندس أحمد حامد قنديل براءتي اختراع. أجيزت له براءة اختراع تحت عنوان جهاز استخلاص الماء من الهواء الجوي عام 1992، والأخرى عن وحدة استخلاص الماء بالامتصاص من الهواء الجوي عام 1995، وهو عضو ومحكم بالمجلات العلمية والدوريات العالمية، ومحليا عضو بمجلس بحوث الطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وله من المساهمات الجامعية مشروع مركز التميز في مجال الطاقة، مشروع دولي مشترك مع معهد MIT الأمريكي وجامعات عين شمس وأسوان ومركز الطاقة المتجددة، ومشروعات عدة أخرى في مجال التبريد والتكييف وتحلية مياه البحر واستخلاص الماء من الهواء الجوي باستخدام الطاقة الشمسية، وأيضا تحسين محطات الطاقة الكهربية باستخدام تبريد الهواء من باطن الأرض، وله دور استشاري في العديد من الشركات المصرية الكبرى في مجال تسويق ومضارب الأرز، ومصمم لوحدة تبريد المكرونة بالمنزلة، ومساهما ومشرفا على منظومة اختبار أجهزة التكييف بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. من مظاهر التقدير والتكريم لعالمنا الجليل وضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور مهندس أحمد حامد قنديل حصوله على جائزة جامعة المنصورة التشجيعية عام 2000، وفي مجال النشر العلمي والتميز والاستشهاد بالبحوث حصل على جوائز من جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية. للتفوق العلمي حصل على جائزة جامعة المنصورة في 2015، ومؤخرا وبجانب وضع اسمه في موسوعة هو إز هو الأمريكية حصل على جائزة جامعة المنصورة للإبداع العلمي للعام الحالي. فاصل ونعود ونبدأ الحوار مع ضيفنا وضيفكم اليوم العالم المصري الجليل الأستاذ دكتور مهندس أحمد حامد قنديل. نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن، وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. بنعود ونبدأ الحوار مع ضيفنا وضيفكم اليوم في استوديو علماء من بلدي العالم الجليل الأستاذ الدكتور مهندس أحمد حامد قنديل. دكتور، يعني مسيرة علمية مشرفة ومدرسة علمية خاصة بكم، تخرج الكثير والكثير من الباحثين منها وتولوا أيضا مناصب يعني أكاديمية في الجامعات المصرية بصفة عامة. عايزة أعود مع حضرتك إلى العوامل المختلفة التي ساهمت في تكوين هذه الشخصية العلمية الألسرية، والتي أيضا ساهمت في تحديد اختياركم وتوجهاتكم العلمية. طبعا يعني لو بدينا من البداية سريعا، هي النشأة الريفية في ريف مصر الطبيعي اللي يعني معظم أساتذتنا حتى في الجامعات تخرجوا في هذه البيئة أو تعلموا فيها، اللي هو
بيكون فيها الأسرة حريصة على تعليم أولادهم في الكتاب بشكل عام وحفظ القرآن. وأنا الحقيقة نشأت في أسرة يعني أسرة محافظة بالنسبة للحياة بشكل عام. الوالد كان حريص جدا على يعني تعليمنا وتربيتنا وبذل مجهود كبير أنا وإخواتي جميعا في هذا المجال، والحمد لله يعني البيئة كانت بيئة جيدة. وطبيعي أن الواحد في الفترة الأولى من حياته بينظر من يعني من مستواه إلى مستوى الأعلى لعلمائنا في مصر، وطبعا بيكونوا قدوة لنا وبنحاول نتعلم منهم، وده المؤثر الأساسي الحقيقة اللي احنا بنتحرك بناء عليه بشكل عام. يعني تحديد الهدف يعني من الصغر ده أهم الملامح الأساسية في الحياة العلمية لمن يريد النبوغ والتفوق. بالضبط كده، لأن الإنسان الحقيقة لو ما كانش قدامه هدف واضح في حياته يعني بتبقى الحياة بالنسبة له متاهة، وبيبقى يعني بيواجه صعوبات كثيرة. نعم. طيب حصول حضرتك على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف وموضوع رسالة المجلس واللي كملت بعدها المسيرة في مجال الطاقة الشمسية والأكاديمية الروسية للعلوم وكل هذه المراحل الهامة في حياتكم؟ أول حاجة أنا طبعا تخرجت زي أي خريج من جامعته، أنا تخرجت طبعا من جامعة المنصورة، وطبعا درس لي أساتذة عظام أحترمهم وكن لهم كل تقدير. طبيعي بعد ما يعني بنتعين في وظيفة معيد بيبقى المرحلة اللي بعد كده دراسة الماجستير، ودي طبعا تمت داخل مصر. وكان الحقيقة نقطة البحث وقتها كانت من الموضوعات الحديثة طبعا، اللي هو إزاي يعني نبرد باستخدام الشمس. الشمس معروف إن هي مصدر تسخين، لكن إزاي ننتج تبريد من الشمس كان الحقيقة موضوع جديد ساعتها. وكان الحقيقة يعني كان برضو في طفرة علمية في هذا الوقت في هذا المجال. المرحلة اللي بعد كده طبعا زي ما معظم الباحثين في مصر بيحاولوا يغيروا المكان للتعلم من مدارس جديدة بعد مرحلة الماجستير، فكان يعني في منحة دولة في وقت ما كان في الاتحاد السوفيتي سافرت. والحقيقة الموضوع اللي اشتغلت فيه في الدكتوراه أنا ما زلت محافظ عليه لحد دلوقتي، وإن كان حتى في بداياته لما بدأت اشتغل في موضوع استخلاص الماء من الهواء الجوي في الوقت ده. نعم. كان الموضوع مازال يعني مش واخد مساحة كبيرة في النشر العلمي، لكن أنا الحقيقة لما يعني اهتميت بالموضوع وعرضته حتى على جهة الإشراف وأنا في روسيا في الوقت ده، على الرغم من أنهم عندهم كميات مية كبيرة، لكن الحقيقة الأساس العلمي اللي علموه للأساتذة قالوا إن إحنا ما بنعملش العلوم لخدمة نفسنا بس، أنت بتعمله لخدمة البشرية بشكل عام. تمام. فكان يعني لو فكرنا بمنطق المصلحة الشخصية، هم عندهم الحقيقة في روسيا وفرة كبيرة في من الأنهار. لكن هو كان كان الكلام ساعتها إن فعلا أنتوا عندكم الصحراء محتاجة مية، وده نقطة حيوية ومهمة جدا بالنسبة لنا في مصر. وأنا ما زلت الحقيقة محافظ على هذا الموضوع، والحمد لله لنا مدرسة كويسة في هذا المجال، وفي يعني أساتذة حاليا اشتغلوا وانتجوا يعني الحقيقة حاجات جيدة، وحتى معظم الجوائز كانت لأبحاث منشورة في هذا المجال. ده بالنسبة احنا كده هننتقل لنقطة البحوث والمساهمات في حياتكم العلمية. طيب خلينا نتكلم عن أبرز البحوث اللي حضرتك بتعتبرها محطات ومنجزات يعني في تطورك البحثي وفي مدى الاستفادة منها على المستوى القومي، خاصة يعني في ظل التحديات في هذا العصر، سواء بالنسبة للمشاريع الوطنية أو القومية والبحوث اللي بتخدم تلك المرحلة. تمام. هو الحقيقة البحوث بالنسبة لي شخصيا كلها مركزة في تطبيقات الطاقة بشكل عام. نعم. سواء تحسين أداء المحطات الحرارية، ودي يمكن كان عندنا رسالة ماجستير في لأحد طلابنا في هندسة المنصورة في رفع كفاءة المحطات الحرارية في مجال اللي هو المحطات بشكل عام في الصيف بيبقى فيه مشكلة إن الهواء الجوي لما بيسخن بينزل كفاءة المحطة في هذا الوقت، فكان في طريقة إن احنا نبرد الهواء في الدخول للمحطة بتيار يعدي من باطن الأرض، لأن درجة الحرارة في المناطق الحارة بتكون مرتفعة على سطح الأرض، باطن الأرض بيكون درجة حرارة منخفضة. فبمرر تيارات من الهواء، وبعد كده دخل الهواء ده على المحطة بيرفع
القدرة الإنتاجية بتاعتها بنسبة قد تصل إلى 20% لمجرد تبريد الهواء. دي أحد الحقيقة الأبحاث اللي كانت يعني ذات قيمة علمية ومنشور الحقيقة في دوريات. والحقيقة المهندس اللي اشتغل في هذا البحث برضه هو معيد وفي بعثة خارجية للدراسة خارج مصر. المجالات التانية الحقيقة في مجال تكييف الهواء برضه باستخدام الطاقة الشمسية. وأنا الحقيقة كنت مركز في معظم الأبحاث على إن احنا نحاول نقلل بقدر الإمكان من استهلاك الطاقة الكهربية، لأن في معاناة الوقت من أسعار الكهرباء وفي اتجاهات كبيرة بالضبط اتجاهات إن احنا نحاول نستخدم مصادر الطاقة الجديدة بشكل عام اللي هي متاحة لنا في ومصر. طبعا ربنا يعني أنعم علينا حباها يعني يعني شمس صحيح قد تكون أفضل من مساحات كبيرة في العالم. ده الاتجاه اللي هو التكييف باستخدام الطاقة الشمسية. اتجاه الحقيقة اللي أنا ما زلت يعني ببذل فيه مجهود الحقيقة عشان نوصل لمرحلة متقدمة بمنتجات تقبل التطبيق، وهو اتجاه استخلاص الرطوبة من الجو. وده الحقيقة يعني أنا عندي مجموعة من تلامذتي الحقيقة اتعلموا في هذا المجال وأدوا فيه نتائج جيدة، ويمكن يعني هو ده الموضوع اللي شاغل بالي كتير وبحاول ان انا اوصله لمرحله يكون اكثر نضجا ويقبل التطبيق ان نعم شاء الله. هو يعني تم الوصول الى اي المراحل يعني البحثيه او العلميه في هذا البحث الذي يشغلكم حاليا معالي الدكتور؟ هو المراحل الحقيقه دايما بتتطور في الابحاث، وانا يعني أنا يعني من ضمن النقاط اللي ركزت فيها بالنسبة لاستخلاص رطوبة الجو هو رفع الإنتاجية، لأن احنا بدأنا في الأبحاث دي بإنتاجيات منخفضة نسبيا، وده طبيعي جدا في أي بحث علمي إن الأول نطمن إن الفكرة فاعلة بتشتغل، لكن مش لازم يبقى في أول مراحل البحث يبقى عندنا نتائج عالية جدا. نتائج عالية. نبتدي بعد المرحلة الأولى من معرفة نقاط الضعف اللي في البحث، نبتدي ندور على تقوية هذه النقاط ونحرك الكلام ده في رسائل أخرى، يعني بنعمل سلسلة من الرسائل المتتالية بحيث ان احنا بنبني بناء يعني متكامل لحد ما نوصل لمرحلة نضج في هذا الموضوع البحث بالصورة أو التي يعني يمكن إدخالها في مجال التطبيق. نعم. بالضبط. يعني هو أنا ملاحظة أن في غالبية الأبحاث الخاصة بكم دائما ما بتراعي البعد القومي أو المردود الاقتصادي على الدولة أو العائد، يعني زي الأبحاث الخاصة بالطاقة الشمسية والبحث عن مصادر بديلة لتوفير الطاقة، وخاصة أن احنا كنا في فترة من الفترات بنعاني بالفعل من أزمة في الطاقة ولدينا بالزبط. مشاكل بالزبط. ولكن حاليا يعني تم التجاوز يعني تلك المشاكل. ما هو الحقيقة طبعا يعني مفيش مجتمع ينفع يتطور بدون مصادر طاقة متوفرة. يعني انت تخيل مثلا ان حصل انخفاض في الطاقة، هتلاقي المصانع توقفت، حركة الناس ضعفت، والأجهزة اللي في البيوت وقفت. وإحنا على فكرة في مصر مرينا في فترة كانت صعبة جدا وكان في انقطاع للتيار الكهربي ومصانع كتير توقفت، ولكن الحمد لله يعني الحمد ما شاء الله يعني عندنا وفر في الطاقة وبيتم تصديره بالزبط. وعندنا محطة للطاقة الشمسية من أكبر المحطات اللي هي بقرية بنبان. بنبان طبعا دي يعني دي فخر لكل المصريين، كنا بنسميها يعني بنبان هاي دام، يعني السد العالي في السد العالي. لان هي فعلا قدرتها الانتاجيه بتقترب من انتاجيه السد العالي، وهي طبعا من الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها بوجودها على ارض مصر الحقيقه بالنسبه لانتاج الطاقه الكهربيه من الطاقه الشمسيه. لكن برضو عايز اقول ان البحث العلمي لا يتوقف طبعا. يعني مش معنى ان احنا عملنا محطه بنبان هنقف على هذا الرقم، لا، الناس تبتدي تفكر لتطوير الانتاج بتاع المحطه ورفع الكفاءه بتاعتها. نعم. طيب النشر العلمي والتعاون الدولي ده برضو يعني نقطة مهمة من ضمن النقاط اللي بتهم أي عالم أو باحث معالي الدكتور. العديد من البحوث العلمية المنشورة وجوائز بجامعتي المنصورة والطائف في مجال النشر العلمي والبحث المتميز للاستشهاد بالبحوث، الاستشهاد بالبحوث الخاصة بدكتور أحمد حامد قنديل. تمام. دي الحقيقة من ضمن المعايير للحكم على أي باحث اللي هو
يعني قد ايه الناس استشهدت بالبحوث اللي هو بينشرها دي صحيح؟ نعم استفادت من الابحاث اللي قدمها. ايوه طيب دور يعني هذه الابحاث في مجال البحث العلمي وفي المجتمع بصفه عامه. يعني انا رايي او هو الراي السائد في هذا المجال ان لم يكن البحث العلمي يخدم المجتمع نعم او يكون بنيه لابحاث اخرى تبنى على هذه الابحاث مش هيكون لي فايده طبعا. يعني هو لابد ان الابحاث اما تكون بتخدم بشكل مباشر المجتمع او تكون تاصيل لموضوعات علميه يستطيع باحثون اخرون ان هم يرجعوا ليها ويكملوا بناءها كمرجعي يعني مرجعيات علميه بالظبط. يبقى نعم. يبقى ده اساس ويجي باحثين اخرين يكملوا على هذا الموضوع. نعم. طيب على الجانب الاخر يعني بالنسبه للتعاون الدولي من خلال مساهمتكم في جامعه عين شمس واسوان. يعني ده الحقيقه ده موضوع حديث ويمكن في مشروع كبير الحقيقه ما بين الام اي تي ده معهد كبير رقم واحد يمكن في العالم في الهندسه في امريكا مع ثلاث جامعات مصريه اللي هي جامعه عين شمس وجامعه المنصوره وجامعه اسوان. والمشروع الحقيقه يعني بدا من اكثر من سنه وتم تدشين مركز تميز للطاقه في جامعه عين شمس وكمان احنا عندنا في جامعه المنصوره ماشيين في نفس الاتجاه بنأسس مركز تميز برضو للطاقه في المنصوره. نعم. وطبعا التعاون الدولي الحقيقه في مجال العلوم لان العلوم يعني لا حدود لها اساسا ويعني دايما بيبقى في التزاوج ما بين الابحاث في البيئات المختلفه لابد يكون فيه انتاج افضل. يعني بالنسبة للبحوث العلمية بالذات ما يكونش الإنسان قافل على البيئة بتاعته أو على مجموعة من الباحثين بالذات. يعني يمكن زي ما حضرتك أشرت في بادئ الحديث إن حضرتك بعد ما أنهيت الماجستير أردت إنك أنت تطلع على مدرسة علمية أخرى وكان هذا من خلال المنحة بالزبط. التي حصلتم عليها وكانت في روسيا. تمام. نعم. تمام. فده يعني الحقيقة التعاون الدولي من الحاجات المهمة جدا وده اتجاه الجامعات المصرية حاليا كلها بدأت تتحرك وانا اعتقد ان الدولة بتدعم هذا الاتجاه بشكل قوي ان يبقى فيه تعاون مع الجامعات الأجنبية حتى ان ممكن الطلاب في مصر وهم داخل جمهورية مصر العربية يدرسوا بعض المقررات في جامعات أجنبية. وطبعا حضرتك نقطة غاية في الأهمية حضرتك تفضلت بطرحها حاليا وهي الإشراف وتبادل المعرفة بين الجامعات خاصة بعد انتشار جائحة أو فيروس كورونا اللي يعني أصاب دول العالم وكان له تداعيات سلبية كثيرة على اقتصاديات يعني الدول الكبرى. من حيث المشاركة على المستوى جامعات العالم وفكرة التعليم عن بعد معالي الدكتور حضرتك تراها ازاي؟ الحقيقة تجربة التعليم عن بعد يمكن في جامعات على مستوى العالم اتحركت فيها بسرعة كبيرة وعندهم خبرة وقدرات فيها قوية. نعم. وكان منها الـ MIT الحقيقة اللي هم احنا مشاركين معهم في هذا المشروع. بالنسبة لنا في مصر الحقيقة الجائحة على الرغم من ان السلبيات بتاعتها كتيرة لكن نقدر نقول ان احنا استفدنا منها كتير وخاصة في مجال الجامعة وفي التعليم عن بعد ويعني مرينا بتجارب نجحت ويمكن عدم وجود الجائحة ممكن ما كناش فكرنا في المرور بهذه التجارب حقيقي. وأنا يمكن لو ضربت بعض الأمثلة المحدودة أو اللي احنا خضناها في التعليم عن بعد أنا هذكر مثال تحديدا يوضح أن التعليم عن بعد في بعض الحالات هو الأفضل بكتير جدا. طلبة الدراسات العليا بشكل عام في الجامعات بالنسبة للهندسة أساسا هم مهندسين شغالين في الشركات وفي مواقع منتشرة على مستوى الجمهورية. وانا الحقيقه درست قبل مرحله الكورونا درسنا للطلبه في الكليه. الطلبه عشان تيجي وتتجمع في الكليه في توقيت معين ويجمعوا كلهم وياخدوا المحاضره كانت في منتهى الصعوبه وكان قليل جدا لان غالبيتهم بيعملوا بالظبط كلهم بيعملوا ويجي واحد يعتذر اثنين يجوا فكانت العمليه. لما اشتغلنا المحاضرات اونلاين بالنسبه للفتره اللي هي كان فيها الكورونا انا يعني اللي اذكره هنا في هذا المجال واللي استفدناه كخبره ان كل المحاضرات اونلاين الطلبة كلهم حاضرين وكلهم مشاركين وبشكل فاعل جدا وكل واحد قاعد في مكانه
وحتى تحديد ميعاد المحاضرات مش مقيدين بان يبقى الساعه 8 الصبح ولا الساعه 10 الصبح، لا احنا بنحدد ميعاد مناسب يلائم الجميع، وتمت بشكل اروع واحسن بكتير جدا مما قبل الكورونا اللي هو التعليم التقليدي. فطبعا يعني على الرغم حضرتك يعني مع تطبيق يعني فكره التعليم عن بعد فيما بعد يعني، وخاصه مع نجاح هذه التجربه. طبعا انا يعني احنا يمكن بدون مرورنا بتجربة الكورونا يمكن ما كناش عرفنا فكرة التعليم عن بعد والميزات بتاعتها، ودي الحقيقة بتحصل في حياة البشرية بشكل كبير. يعني لو رجعنا في التطور البشري دايما الجوائح والكوارث والحاجات دي بتبقى دافع للعقل البشري انه يبدع ويطور ويحاول يوجد بدائل اخرى وبعدين يستمر عليها حتى بعد انتهاء الجائحة او انتهاء الكوارث دي. ودي الحقيقة حصل يعني في تاريخ العالم كله. مثلا لو جينا بصينا لو درسنا فترة الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب على الرغم من ان الحرب دي كارثة كبيرة وناس ماتت كتيرة فيها، لكن في فترة الحرب بتطلع صناعات وابتكارات واختراعات بتستمر البشرية عليها بعد انتهاء هذه الفترة. فانا اعتقد ان بالنسبة لنا في الجامعة تحديدا اللي استفدنا به كويس جدا ان التعليم عن بعد وحتى اللقاءات عن بعد، يعني مجالس الاقسام والاجتماعات كلها بنجريها عن بعد بشكل منتظم، ونسبة الحضور والمشاركة كبيرة يمكن أكتر ما كان قبل الكورونا. فطبعا في ميزات كتيرة الحقيقة مع على الرغم من السلبيات طبعا. نعم هو يعني حضرتك أشرت لنقطة هامة، برغم يعني من كارثة جائحة كورونا اللي ألمت بالعالم وألمت أيضا بمصر، ولكن السلبيات أظهرت يعني الكثير من الإيجابيات في التعامل مع هذه الجائحة، وأظهرت الكثير من الأفكار الجيدة، ومن ضمن تلك المحاسن هو فكرة تطبيق التعليم عن بعد. تمام. في الحقيقة يعني الحكومة وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي أداروا هذا الملف باقتدار شديد جدا مع مراعاة لظروف الطلبة والطلاب والأساتذة والدكاترة الجامعيين للحفاظ عليهم. أنا يمكن عايز أعمل مداخلة تليفونية مع المهندس أحمد أبو المعاطي، عايزة يعني أعمل هذه المداخلة، وخاصة إن هو يعني مدرس مساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة جامعة المنصورة، وتم ترقيته بالأمس لهذه الدرجة العلمية، وهو أحد أعضاء المدرسة العلمية الخاصة بكم. أهمية العمل كفريق بحثي علمي في مشروع ما معالي الدكتور، وخاصة يعني ان الفكر ده ما بنجدوش في بعض الدول، الفريق او المدرسة العلمية البعض بيحب ان هو يعمل منفرد وبتكون النتائج طبعا يعني في الغالب سلبية. في الحقيقة طبعا البحث العلمي لا يقوم إلا في عمل جماعي الحقيقة لتبادل الأفكار، لأن أنا لو فكرت لوحدي في أي مجال أو في أي موضوع بحثي ممكن يكون فيه نقاط يعني ما كنتش مدركها، أو يعني بعض النقاط البحثية اللي ما كنتش أنا ألميت بها حتى. وممكن في المدرسة العلمية لما يكون فيه فريق بيبقى التنوع ده أو الخلطة من الأفكار المختلفة بتدي إنتاجية أفضل بكتير جدا وتجميع الأفكار، ومنها طبعا في الجزء كبير في الإشراف العلمي على الرسائل. زي المهندس أحمد مثلا أحد الحالات دي هو بيكون معاه أساتذته المشرفين وهو كمان بيشارك معانا في التفكير في النقطة البحثية. طبعا في هذه الحالة بيكون الإنتاج العلمي أفضل بكتير جدا من أن يكون واحد لوحده منفصل ومنعزل عن البيئة المحيطة به وبيحاول ينتج إنتاج علمي. لا طبعا المدرسة أفضل بكتير جدا والعمل في فريق بيكون إنتاجه وخاصة أفضل يعني بكتير. في مجال البحث العلمي طبعا. يعني الآراء المتعددة طبيعي. بتفيد يعني البحث أو بتسريه أكثر يعني من وجهة نظركم، وده طبعا ده وجهة نظر صحيحة 100%. شوف حضرتك يعني أنا لما أعمل بحث علمي وعشان نقول عليه كويس لازم يتنشر والناس تقراه الأول. نعم. زمايلي يقروا البحث بتاعي ويوجهوا له نقد بناء، بمعنى ان الاول البحث بيتحكم عشان يتنشر في المجلة العلمية. نعم. من اساتذة في التخصص، وبعد كده لازم ينشر. النشر في حد ذاته هو ده اللي بيخلي البحث العلمي ليه قيمة، عشان في ناس هتقراه وناس هتقيمه، وممكن يجي لي بقى مراسلات من ناس تسأل أو تستفسر عن شيء
أو يستكملوا الدراسة في نفس الموضوع. بالتأكيد. ده طبيعي. طيب احنا معانا مداخلة هاتفية مع المهندس أحمد أبو المعاطي، المدرس المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة جامعة المنصورة، والمرقى بالأمس لدرجة علمية أو لهذه الدرجة العلمية، وهو أحد أعضاء المدرسة العلمية الخاصة بالعالم الجليل الأستاذ الدكتور مهندس أحمد حامد قنديل. برحب بحضرتك معايا دكتور أحمد، وألف مبروك على الترقي. أستاذ داليا السلام عليكم، الله يبارك في حضرتك يا رب. يا ربي يعني دايما كده مزيد من التقدم والعديد من الدرجات العلمية اللي حضرتك تحصل عليها. يا رب يا رب. يعني أنا أحب أن أشكر حضرتك على تحت هذه الفرصة الرائعة مع أستاذي ومعلمي أستاذ دكتور أحمد حامد. وطبعا في الأول أحب أن أشكر ربنا سبحانه وتعالى أن هو من علي هذه الفضل العظيم، وأحب أن أشكر أستاذي ومعلمي دكتور أحمد حامد أن هو زرع في الخير أن أنا أكون نواة العالم وأنفع بها بلدي مصر إن شاء الله بإذن الله، ويعني أكون عند حسن ظن بلدي وأنفع أهل بلدي بيها إن شاء الله. يعني الحمد لله ربنا وفقني. يكون إحنا يمكن كنا بنتكلم مع دكتور أحمد عن أهمية الفريق العلمي أو البحثي، وأهمية التعاون والترابط ما بين أعضاء المدرسة العلمية. كونكم أحد أعضاء المدرسة العلمية الخاصة بمعالي الدكتور أحمد حامد قنديل، مجال التعاون في المشاريع البحثية دكتور أحمد؟ هو حضرتك احنا في جامعة المنصورة يعني عاملين مجال مشاريع تعاون مع الـ MIT. نعم. وفي طبعا في مجالات متعددة ومنها مجال المية اللي هو كان منها الرسالة بتاعتي، كانت فكرة جديدة في استخدام العمليات استخدام الضباب في عمليات التحلية. طبعا نعم. كان دكتور احمد صاحب هذه الفكرة، ربط الطاقة الشمسية لاستخدام عمليات التحلية، ويعني الحمد لله ان احنا قدمنا فيها على ورقة اختراع ولسه يعني تحت القيد، ونشرنا فيها مجلة دولية. طبعا ده كله كان بالتعاون مع الكلية كليتنا والجامعة. نعم. طب ما تم إنجازه من خلال رحلة البحث العلمي مع الأستاذ الدكتور أحمد حامد مهندس أحمد أبو المعاطي؟ ما تم إنجازه هو حضرتك إن احنا نشرنا في مجلة علمية، والحمد لله احنا طلعنا فكرة استخدام فكرة تحلية جديدة بحيث ان احنا نقدر نقلل استخدام الطاقه ونلجا لاستخدامات الطاقه الاخرى اللي هي البديله لاستخدام الطاقه الشمسيه، التطبيقات الحراريه للطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه بحيث ان احنا نقلل استخدام الطاقه اللي هي الوقود الحفري، طاقات الوقود الحفري نقلل الاستخدام فيها، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا يعني نالنا فيها الماجستير. وطبعا يعني دكتور احمد يعني غنى عن التعريف، يعني ربنا يبارك له يا رب، هو يعني من افضل العلماء في مصر يعني. طيب على المستوى الانساني وبعيدا عن النواحي العلميه التي تعلمتوها من معالي الدكتور احمد حامد، ايه اللي استفدته وايه اللي تعلمته منه؟ يعني انا كوني ان انا معيد وان شاء الله يعني خلاص الحمد لله بقيت مدرس مساعد وان شاء الله نواه ان اكون دكتور، فانا تعلمت منه ان انا ان العلم امانه، واكتر حاجه ان لما يجي طالب تحت ايدي ان شاء الله لما ابقى دكتور ان انا اوصله الحاجه تفيد بها المجتمع وافيد بها اهل بلدي، علشان هي دي الرساله الحقيقيه للعلم، مش يكون ان انا بعمل بحث وبحطه على الرف او يكون ان انا بعمل بحث وبنشره، لا، الهدف الاساسي في البحث هي تلبيه اهداف المجتمع واحتياجاته الاوليه. نعم، ان هو يكون هناك يعني افاده مجتمعيه. انا يمكن يعني يمكن حضرتك بعتبر الدكتور احمد زي والدي بالظبط، هو يعني نعم هو نموذج يعني مشرف وطيب لكل العلماء المصريين الاجلاء. السيد المهندس احمد ابو المعاطي، المدرس المساعد بقسم هندسه القوى الميكانيكيه بكليه الهندسه جامعه المنصوره، والمرقى بالامس لهذه الدرجه العلميه، واحد اعضاء المدرسه العلميه للعالم الجليل الاستاذ الدكتور احمد حامد قنديل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله
المداخله الهاتفيه القيمه اللي حضرتك اجريتها معانا، وعايزه كمان يمكن اعمل يعني مداخله تليفونيه مع الاستاذ الدكتور مهندس محمد محجوب، وهو استاذ هندسه القوى الميكانيكيه بكليه الهندسه جامعه طنطا، ومنسق برنامج هندسه الميكاترونكس. يمكن يعني إلى أن نحضر للمداخلة التليفونية والهاتفية معانا، عايزة أرجع للتطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية والربط ما بين استهلاك الطاقة للحصول على المياه الصالحة للشرب والري والزراعة، وخاصة طبعا يعني إن احنا في حاجة ماسة لهذه المشاريع في الفترة الحالية. تمام. هو طبعا لو بصينا لموضوع المياه ومشكلة المياه بشكل عام، سواء في مصر أو في دول شمال أفريقيا أو الدول الفقيرة في مصادر المياه، موارد المياه، نعم بالضبط، هنلاقيها مشكلة حيوية، مشكلة حياة بشر، وبالتالي توجيه استخدامات مصادر طاقة غير مكلفة ومتاحة في مساحات كبيرة من الأرض للحصول على مصدر الحياة أو سبب الحياة الرئيسي، يعتبر يعني مش هقول اتجاه مشروع، اتجاه ضروري وحيوي وقومي حاليا. احنا معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ الدكتور مهندس محمد محجوب، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، ومنسق برنامج هندسة الميكاترونكس. برحب بحضرتك معانا، وطبعا حضرتك من أعضاء المدرسة العلمية أيضا الخاصة بالأستاذ الدكتور أحمد حامد قنديل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا أستاذة داليا، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك معانا. ويعني عايزة أتكلم في البداية عن مجال التخصص وخاصة الميكاترونكس، يعني يمكن يعني هذا المصطلح ربما قد لا يعلمه الكثيرين من غير المتخصصين. تحت أمرك يا فندم. في البداية برحب بسعادتك وبأستاذنا الدكتور أحمد بي حامد وبالسادة المشاهدين، أستاذي الجليل اللي أنا تعلمت على إيده منذ نعومة الأظفار ما هي منهجية البحث العلمي الحقيقة، ودماثة الخلق بتاعة الدكتور أحمد حامد ذات الانتهاء. ده حقيقي فعلا. فأنا ببدأ سعادتك، علم الميكاترونيات الحقيقة هو علم حديث ظهر في الستينات تحديدا سنة 69 على إيد مهندس ياباني اسمه كيكوتش، وهو عبارة عن كلمتين أو مشتقين من كلمة ميكانيكا وإلكترونيات، الجزء الأول من ميكا والجزء الثاني من إلكترونيات، فأصبحت كلمة ميكاترونيات أو ميكاترونكس. ميكاترونكس، نعم. وهو عبارة عن دمج صريح لأي نظام ميكانيكي مع النظم الكهربائية. نعم. وهو في الحقيقة من أكثر العلوم تشعبا، لأنه بيضم خمس أقسام الحقيقة، وعلم قسم الميكانيكا بشقيها الإنتاج والقوة، وقسم الهندسة الكهربائية هندسة القوى، وقسم هندسة علوم الحاسب، وقسم الاتصالات، فهو قسم متشعب الحقيقة وقسم. نعم. طب دكتور يعني اسمح لي يعني في هذا التساؤل، ايه الفوائد التطبيقية يعني المأمولة من هذا العلم او من هذه العلوم الحديثة في مصر، وخاصة يعني في ظل ظروف كورونا؟ الحقيقة علم الميكاترونيات يمكن استخدامه في المنصات الآلية الجوية، وإزاي أنا أتنبأ بعملية الرصد البيئي ذاتيا، وكذلك أقدر أستخدمه في عملية الترقية لأنظمة الطاقة الشمسية، إزاي نعمل هارفستنج أو حظر الطاقة الشمسية، وأعمل تتبع للطاقة الشمسية اللي إحنا بنحتاجها حاليا الحقيقة في ظل أزمة الطاقة اللي موجودة. نعم. كذلك استخداماته في تقنية الحاسب الآلي، وإن أنا أخرج بمنتجات أو أنظمة محسنة وحلول إلكترونية ذكية هتفيدنا طبعا في التحول الرقمي اللي احنا بنسعى اليه بصوره هائله في المجتمع الحالي، او في الرؤيه اللي موجوده في 2030 ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، يعني مزيد من التوفيق ومزيد من النجاحات لشخصكم الاستاذ الدكتور محمد محجوب، استاذ هندسه القوى الميكانيكيه بكليه الهندسه جامعه طنطا، ومنسق برنامج هندسه الميكاترونكس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله الهاتفيه معانا في علماء من بلدي. برجع مرة أخرى ومع الأسف أن أنا وقتي انتهى، فأنا عايزة سريعا الإعداد للترم القادم، يعني بصفتكم رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة. طبعا قضية الإعداد للترم القادم
ليست قضية جامعة المنصورة وحدها، ولكن قضية الجامعات في العالم كله. نعم. هي لأن الجائحة مغطية الكرة الأرضية بالكامل. صحيح. وكل الجامعات بتناقش وتشارك في هذا الموضوع. لكن الحقيقة في جامعة المنصورة احنا عندنا الحقيقة يعني نقطة سبقنا فيها الحقيقة، بأن جامعة المنصورة مرتبة الجامعة الأولى في مصر في التحول الرقمي. نعم. ودي الحقيقة نقطة احنا في حاجة إليها بشكل شديد جدا في فترة التعليم عن بعد. بالنسبة للترم القادم إن شاء الله هيكون التعليم خليط أو هجين ما بين جزء من التعليم سيتم عن بعد أونلاين، والجزء الآخر الضروري لحضور الطلاب في الجامعة سيكون في المكان. ولكن يعني القاعدة أمامنا هو الحفاظ على حياة البشر. نعم. نمرة واحد، ولكن لا تتوقف الحياة، يعني نحافظ على حياة الطلاب مع استمرار يعني عجلة الإنتاج والعملية التعليمية عموما. لازم ندور على بدائل سريعة. فإحنا يعني في الجامعة والحمد لله أجرينا تجارب مؤخرا على هذا الموضوع عشان ما يبقاش الفصل القادم بنفاجأ بمستجدات. ويمكن آخر تجربة عملناها في انتهت لسه بالأمس مناقشة مشاريع التخرج لطلاب السنة النهائية في القسم، وتمت أونلاين بنجاح شديد جدا وبالتزام شديد جدا من الطلاب، والحمد لله تجربة إن شاء الله نستمر فيها بشكل جيد في الترم القادم إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم كل النجاح والتوفيق لشخصكم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على حضورك وانضمامك لمنظومة علماء من بلدي. فخر لينا كمصريين أن يكون هناك نماذج مشرفة زي حضرتك وغيرك من العلماء الأجلاء اللي بيفيدوا بلدنا وبيفيدوا مجتمعهم بالعديد من الأبحاث والمشاريع الهامة. وأنا شكر لحضرتك جدا وسعيد باللقاء، وأرجو إن شاء الله أن يكون برنامج من أعظم البرامج وأنجحها في التلفزيون المصري إن شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا لحضورك من المنصورة خصيصا لينا في القاهرة. شكرا. كل سنة وحضرتك دايما بخير. شكرا. كل سنة وكل مشاهدينا بخير إن شاء الله. يعني يوم الجمعة هيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضرتكم دايما بخير. بشكركم على متابعتكم لينا، وبشكر ضيفنا وضيفكم اليوم العالم الجليل القامة والقيمة الكبيرة الأستاذ الدكتور مهندس أحمد حامد قنديل، أستاذ قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ورئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنصورة أيضا، وعضو مجلس بحوث الطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والحاصل على العديد من الجوائز منها مؤخرا جائزة جامعة المنصورة للإبداع العلمي للعام الحالي. بلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. المشي على الكورنيش والبركة في لقمة عيش فرح.